السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع طلبة الصف الأول الإعدادي علوم. إن شاء الله النهاردة في الدرس الثاني في الوحدة الثانية، درس بسيط جدا بيتكلم عن تحولات الطاقة. أول حاجة في تحولات الطاقة هناخد بقاء الطاقة الميكانيكية، وعشان نفهمها أكتر هناخد مع بعض دلوقتي وهندرس نشاطين وهنشوفهم مع بعض، ده عشان نعرف أكتر مفهوم بقاء الطاقة الميكانيكية. أول نشاط معانا بنستعمل فيه كرة بندل، فهنحضر بندل بسيط زي الكرة معلقة في خيط زي الشكل اللي قدامنا ده دلوقتي، ومنها بعد كده هنعمل جذب أو عملية جذب لكرة البندل دي من موضع السكون إلى أعلى وهنسيبها تاني. إيه الملاحظة في الموضوع ده؟ هتتحرك كرة البندل يمين ويسار حول موضع السكون، بحيث هتقل السرعة بتاعتك طبعا كل ما هتبعد عن موضع السكون، وهتزيد السرعة أو هتكون السرعة أكبر ما يمكن أثناء مرورها بموضع السكون في المكان ده. ده موضع السكون بتاعي بيكون السرعة فيه أكبر ما يمكن، والناحية دي بيكون السرعة بتقل كل ما بتبعد عن موضع السكون. ايه تفسير الموضوع ده؟ أول حاجة عند جذب كرة البندل هيكون يختزن الشغل المبذول عليها في كرة على كرة البندل في صورة طاقة وضع لما توصل لفوق. بعد كده أول ما بنسيبها بتزداد السرعة بتاعتها، فتتحول طاقة الوضع دي لطاقة حركة، يبقى بتتحول طاقة الوضع تدريجيا إلى طاقة حركة. بعد كده أثناء مرور كرة البندل بموضع السكون زي ما قلنا المكان اللي تحت ده، تصبح سرعتها أكبر ما يمكن، وبالتالي بتكون طاقة حركتها أكبر ما يمكن وطاقة الوضع أقل ما يمكن، وبالتالي هنا طاقة الطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة الوضع زائد طاقة الحركة، بس طبعا طاقة الوضع هنا أقل ما يمكن فموجودة برضه في القانون معانا، يعني الطاقة الميكانيكية هنا هتساوي معانا طاقة الوضع زائد طاقة الحركة، دي الطاقة الميكانيكية. يبقى القانون هنا موجود معانا في الخطوة دي إن طاقة الطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة الوضع زائد طاقة الحركة. رابع تفسير عندنا بيقول لي عند وصول كرة البندل لأعلى نقطة بتكون سرعتها صفر، وبالتالي بتكون طاقة الحركة بتاعتها صفر، وطاقة الوضع بتاعتها أكبر ما يمكن. هنا الطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة الوضع، ليه؟ لأن احنا زي ما قلنا إن السرعة بتكون صفر وطاقة الحركة بتكون صفر، وبالتالي مفيش غير طاقة الوضع هنا والطاقة الميكانيكية بتكون مجموع الاتنين، فهتبقى الطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة الوضع فقط لا غير، لأن الطاقة الميكانيكية هنا بتساوي حاجة واحدة، ومجموع الحاجتين هنا طاقة الوضع زائد صفر اللي هي طاقة الحركة هنا بتساوي صفر، فهيبقى الطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة الوضع. هنا بيقول لي بتظل كرة البندل بتتحرك يمين ويسار حول موضع السكون محتفظة بطاقتها الميكانيكية ثابتة، ليه؟ لأن هنا بنقول إن في تبادل بيحصل ما بين طاقتي الوضع والحركة، يبقى علل هنا هنقول ليه؟ لتبادل طاقتي الوضع والحركة. النشاط التاني هنا بيقول لي اثبت بقاء الطاقة الميكانيكية لجسمين قبل وبعد تصادمهما. هنا هنحضر بقى كرتين او هنعلق بندولين متماثلين في الشكل. اول واحدة هنجذبها، هيبقى هنجذب كرة احدهما الاعلى وهنسيبها تاني. طبعا الملاحظة هنا بسيطة جدا، احنا في لعبة اصلا ممكن نشوفها مع بعض تبقى اشبه بكرتين كده، وممكن نحط كمان اكتر من واحدة، فاول ما دي بتصطدم الاخيرة بتتحرك او التانية بتتحرك، فلو هنا واحدة وهنا واحدة دي هتتحرك والتانية هتقف مكانها وهكذا، وبالتالي لما دي اللي تتحرك ودي تقف مكانها هيتشوف الشكل اللي قدامنا زي ما احنا شايفين بالمنظر ده دلوقتي. يبقى هنا سابها تخبط فيها، هنا عند الاصطدام هتبتدي دي اللي تقف مكان دي والخضرة تتحرك لفوق، فبالتالي هنا الملاحظة هتتحرك كرة البندل الساكن بينما تتوقف كرة البندل المتحرك. التفسير هنا ايه؟ هنقول عند الاصطدام يتم تبادل طاقتي الوضع والحركة بين كرتين البندل او كرتي البندل بحيث يظل كل منهما محتفظا بطاقته الميكانيكية، يبقى بيتبادلوا عند الاصطدام، بيتم تبادل طاقتي الوضع والحركة بين الكرتين. الاستنتاج العام هنا بيقول لي ان بيظل الجسم المتحرك محتفظا بطاقته الميكانيكية من حيث تتبادل طاقتي الوضع والحركة له أثناء حركته، بحيث بيكون النقص في طاقة الوضع بيساوي الزيادة في طاقة الحركة، يعني اللي بيقل هنا بيزيد هنا في أي لحظة والعكس صحيح. وبالتالي هنا طبعا احنا عاملين فرض إهمال مقاومة الهواء، لأن لو في مقاومة هواء محسوبة الموضوع هيبقى متغير عن كده، فهنا الكلام ده بفرض إهمال مقاومة الهواء.
هنا اهو رسم لي الشكل وبيقول لي الثلاث حالات اللي فيه طاقة الوضع الناحية دي بتكون أكبر ما يمكن، فطاقة الحركة بتساوي صفر، ويوريني إن هي بتزداد طاقة الوضع وبتقل طاقة الحركة في الاتجاه ده. ليه بتقل طاقة الحركة؟ قلنا لأن السرعة بتقل لحد ما توصل للصفر، وطاقة الحركة بتوصل للصفر معاه. إنما هنا عند طاقة الوضع بتكون أقل ما يمكن وطاقة الحركة أكبر ما يمكن في المنظر هنا اللي قدام. بعد كده بقى هنا تاني طاقة الوضع بتكون أكبر ما يمكن وطاقة الحركة بصفر برضه. هنا بيقول لي علل تتشابه حركة أرجوحة الملاهي مع حركة البندل. هنقول ليه؟ ليه؟ هنقول لأن تبادل بسبب تبادل طاقتي الوضع والحركة في كل منهما أثناء الحركة، بحيث بيظل المجموع ثابت في الحالتين وهو الطاقة الميكانيكية عند أي لحظة. يبقى ليه؟ يبقى نقول تبادل طاقتي الوضع والحركة في كل منهما أثناء الحركة، بحيث يظل مجموعهما الطاقة الميكانيكية بتساوي في أي لحظة مقدار ثابت. دي بعلل تاني تتشابه حركة أرجوحة الملاهي مع حركة البندل لتبادل طاقتي الوضع والحركة في كل منهما أثناء الحركة، بحيث بيظل المجموع اللي هو الطاقة الميكانيكية في أي لحظة مقدار ثابت. هنا بقى مثال كويس أوي بيقوله لنا، بيقول في الشكل ده إن حركة البندل طاقة الوضع بتاعته عند أي نقطة، عند أعلى نقطة بتساوي 8 من 10 جول، وعند مروره بموضع السكون بتساوي 2 من 10 جول. بالتالي هنا بيطلب مني أحسب طاقة حركة البندل عند موضع السكون، طاقة الحركة بتاعته، نخلي بالنا طالب أنهي طاقة، وفي نفس الوقت طالب كتلة كرة البندل. الموضوع سهل جدا، هنعمل ايه؟ طبعا عند أعلى نقطة بتكون الطاقة الميكانيكية للبندل بتساوي طاقة الوضع، يبقى ده أعلى نقطة يبقى هتساوي 8 من 10 جول، يبقى طاقة حركة البندل بتساوي الطاقة الميكانيكية ناقص طاقة الوضع عند موضع السكون اللي هي 8 من 10 ناقص 2 من 10 هتساوي 6 من 10 جول، يبقى ده أول مطلوب. ونخلي بالنا ان هو مدينا عجلة الجاذبية هنا ب10 متر على الثانية تربيع، وبالتالي هنستعملها دلوقتي. فبيقول لي المطلوب التاني، طبعا احنا عايزين كتلة كرة البندل، فطاقة الوضع احنا عارفين بتساوي الوزن في الارتفاع، وطاقة الوضع عند اعلى نقطة بتساوي الوزن في الارتفاع، هيبقى الوزن بيساوي طاقة الوضع عند اعلى نقطة على الارتفاع، وبالتالي 8 من 10 على 4 من 10 اللي هو الارتفاع مديهولي هنا بالمنظر ده هيبقى 2 نيوتن. وبالتالي عشان نجيب الكتلة طبعا بنستعمل عجلة الجاذبية، هتبقى الكتلة بتساوي الوزن على عجلة الجاذبية 2 على 10 هتساوي 2 من 10 كيلو جرام. طبعا عرفنا منين ان الكتلة بتساوي الوزن على عجلة الجاذبية الأرضية؟ من قانون الوزن اساسا اللي احنا كنا بنستعمله. وبالتالي هنا هنقسم الوزن على عجلة الجاذبية الأرضية عشان نجيب الكتلة، هيبقى 2 على 10 هيساوي 2 من 10 كيلو جرام. بعد كده هنخش في حاجة جديدة، بيقول لي تحولات الطاقة والتطبيقات التكنولوجية. تتكلم تحولات الطاقة بعد كده وتطبيقات التكنولوجية عن ايه؟ ان احنا بنحول الطاقة من صورة لاخرى طبعا لنوع الجهاز او الآلة المستخدمة. وبالتالي هنشوف دلوقتي صور لتحولات الطاقة دي في بعض التطبيقات. اول حاجة عشان نشوف تحولات الطاقة في العمود الكهربي البسيط، هنصمم نموذج للعمود الكهربي البسيط. ازاي؟ في نشاط معانا هنا بيقول هنستخدم فيه ليمونة كبيرة وبوصلة وسلك نحاس معزول وساق من الخرصين. زي ما احنا شايفين التوصيل هنا عامله ازاي، ان احنا بنستعمل ساق الخرصين بنغرزه هنا وطرف سلك نحاس، وبنلف السلك على البوصله. طيب هنا بيقول الخطوات هنعمل ايه. اضغط على الليمونه الاول من الخارج بحيث نخليها لينه شويه، وبنغرز فيها ساق من الخرصين بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. بعد كده بنكشف طرف السلك تاني من النحاس، ثم نلف السلك عدة مرات حول البوصلة. يبقى هنلف السلك زي ما احنا شايفين بالمنظر ده، وطرف السلك النحاس بنكشفه من العزل بتاعه، والطرف التاني مكشوف برضه، وبنلف على عمود الخرصين. فبيقول لي هنا اغرس احد طرفي السلك في الليمونة واربط الطرف الاخر حول ساق الخرصين زي ما احنا شايفين، واحد هنا واحد هنا. بعد كده بنلاحظ ايه؟ بيقول لي انحراف ابرة البوصلة في اتجاه معين. طب ليه؟ هنا في تيار كهربي اتولد. من ازاي؟ حولنا الطاقة الكيميائية اللي جوه الليمونة الى طاقة كهربية. طب هنا التفسير، بيقول لي بيحدث داخل الليمونة تفاعلات كيميائية. يبقى التفاعلات الكيميائية دي بينتج عنها تيار كهربي يمر في السلك ويستدل عليه من انحراف ابرة البوصلة. يبقى حولنا التفاعلات الكيميائية دي او الطاقة الكيميائية دي الى طاقة كهربية.
وبالتالي الاستنتاج بيقول بتتحول الطاقة الكيميائية المختزنة في الليمونة إلى طاقة كهربية. ده اللي احنا قلناه، يبقى الاستنتاج بتتحول الطاقة الكيميائية المختزنة في الليمونة بتتحول إلى إيه؟ إلى طاقة كهربية، يبقى من الطاقة الكيميائية إلى الطاقة الكهربية. يبقى الاستنتاج بتتحول الطاقة الكيميائية المختزنة في الليمونة إلى الطاقة الكهربية. وبالتالي هنا نخلي بالنا الناس اللي لسه ما امتحنتش عملي ممكن تخلي بالها من التجربة دي كويس جدا. بعد كده هنا بيقول لي ماذا يحدث عند استبدال الليمون المستخدمة في نشاط عمل نموذج العمود الكهربي البسيط بدرنة بطاطس؟ ايه اللي هيحصل؟ هيتم برضو توليد التيار الكهربي. ازاي؟ هنا بيقول لي انت هنحرف ابرة البوصلة بحيث يقوم المحلول الخلوي اللي هو محلول خلايا البطاطس بدور المحلول الحمضي في الليمونة، يبقى اعمل بنفس الدور وبالتالي برضو تنحرف ابرة البوصلة. العمود الكهربي البسيط بقى، الفكرة بتاعت العمل بتاعته ان هو بنحول الطاقة الكيميائية الى طاقة كهربية. التركيب بتاعه اناء زجاجي بيحتوي على محلول حمضي، حمض كبريتيك مخفف مغموس فيه لوحين من معدنين مختلفين متصلين بسلك. طبعا نخلي بالنا من كلمة معدنين مختلفين دي ومتصلين بسلك، فليه؟ هنقول لان اللوح النحاس بيعمل كقطب موجب واللوح الخرسين يعمل كقطب سالب. وزي ما احنا شايفين الدايرة هنا قدامنا، اناء زجاج اهو في حمض كبريتيك مخفف H2SO4 ولوح من النحاس ولوح من الخرسين، واتجاه التيار الكهربي من الموجب للسالب فيعني من النحاس الى الخرسين، والمصباح الكهربي هنا زي ما احنا شايفين. هنا بقى بيقول ان اتجاه مرور التيار الكهربي في السلك من لوح النحاس القطب الموجب الى لوح الخرسين القطب السالب زي ما احنا قلنا. وفي نفس الوقت موضح لنا هنا اهو اتجاه التيار الكهربي، والسهم اهو واضح من هنا وهنا. هنا بيقول لي ماذا يحدث عند غمس معدنين مختلفان ومتصلان بسلك في محلول حمضي؟ بيتولى تيار كهربي في السلك، يبقى بيتولى تيار كهربي في السلك. وهنا خلينا بالنا من غمس معدنين مختلفان، يبقى بيتولى تيار كهربي في السلك. بعد كده برضو بيقول لي علي لا يمثل غمس ثقيل من النحاس في محلول حمض الكبريتيك مخفف عمودا كهربيا بسيطا. خلي بالنا هنا قال غمس ساقين من النحاس، وهنا بالتالي مش مختلفين، فبالتالي هنا نقول لان العمود الكهربي البسيط بيحتوي على محلول حمضي مغموس فيه معدنين مختلفين زي طبعا اللي شفناهم في المثال النحاس والخرسين. يبقى هنا لان العمود الكهربي البسيط يحتوي على محلول حمضي مغموس فيه معدنين مختلفين. نشوف مع بعض تحولات الطاقة في المصباح الكهربي. تحولات الطاقة في المصباح الكهربي عشان نعرفها أكتر هنشوف النشاط اللي معانا دلوقتي، وهنستخدم فيه بطارية أو أعمدة كهربية جافة ومصباح كهربي وأسلاك توصيل ومفتاح كهربي. طبعا شايفين شكلهم في الرسمة اللي قدامنا. ودلوقتي بيقول لي الخطوات، هنكون دايرة كهربية بسيطة زي اللي في الشكل، وهنغلق المفتاح الدايرة الكهربية لمدة دقيقة ثم نفتحه تاني. يبقى لمدة دقيقة وهنفتح الدايرة تاني. تالت خطوة، المس زجاج المصباح بيدك بعد استشارة المعلم. ليه؟ عشان المصباح لما بيشتغل فترة ممكن يسخن لدرجة تبقى تضر اللي بيلمسه، وعشان كده حتى هنا سؤال بيقول لي بيحذر لمس المصابيح الكهربائية المنزل أثناء إضاءتها لأنها قد تكون ساخنة جدا، وبالتالي لازم نخلي بالنا من حاجة زي كده. بعد كده ملاحظة بيقول لي إضاءة وسخونة المصباح الكهربائي عند غلق المفتاح. التفسير للموضوع ده إيه؟ إن في تيار كهربي بيمر في فتيل المصباح وبيعمل على سخونته إلى درجة التوهج. طب الاستنتاج هنا ايه؟ ان بيسر التيار الكهربي في الدائره الكهربائيه المغلقه. طبعا لازم نحدد ان هي مغلقه، وبالتالي المصباح الكهربي بيتحول لطاقه كهربائيه لحاجتين، طاقه ضوئيه وطاقه حراريه. الضوئيه اللي احنا بنشوفها ان هي بتنور المصباح، وطاقه حراريه زي اللي حسينا بيها او لما لمسنا المصباح بعد انارته لمده دقيقه. يبقى الاستنتاج معانا تاني ان بيسر التيار الكهربي في الدائره الكهربائيه المغلقه، تاني حاجه المصباح الكهربي بيحول الطاقه الكهربائيه بتتحول فيه الى طاقه ضوئيه وطاقه حراريه. بعد كده هنا بقى عندنا مثال مهم جدا، وبرده الناس اللي عندها امتحان عملي تخلي بالها من التجارب دي. هنا بيقول استخدم الاداه المتاحه بالشكل التي امامك في اعداد دائره كهربائيه لتنبيه. اول حاجه شخص اصم فاقد حاسه السمع،
وشخص كفيف فاقد حاسة البصر في تاني خطوة. طيب هنا أولا إيه الأدوات اللي معانا؟ الجرس والمصباح وسلك توصيل وبطارية ومفتاح كهربي. تعالوا نشوف مع بعض هنعملها إزاي. هنا الحل بتاعنا، الحل هنا يبقى معانا أول حاجة لتنبيه شخص عصام وفاقد السمع. طبعا هنحتاج إن احنا نخليه يشوف حاجة بعينيه لان هو مش هيسمعها، وبالتالي هنستعمل المصباح الكهربي. انما في حاله شخص كفيف او فاقد حاسه البصر هنحتاج نخليه يسمع، لان يعني مش هيقدر يستعملها في حاجه زي كده ممكن. فهنعمل ايه في حاله الشخص الاصم؟ هيتم توصيل البطاريه والمصباح والمفتاح معا باسلاك، ثم يغلق المفتاح فيضيء المصباح. يبقى دي اول حاجه. طبعا شايفين شكل الدايره عامل ازاي، وبتتحول الطاقه الكهربائيه الى طاقه ضوئيه وطاقه حراريه. لكن في حاله الشخص الكفيف بنستعمل الجرس، وبيقول هنا بيتم توصيل البطارية والجرس والمفتاح معا بأسلاك، ثم يغلق المفتاح فيرن الجرس، فهنا تتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة صوتية، وبالتالي أثرنا انتباهه من خلال الصوت. بعد كده برضه في تحولات الطاقة بيقول داخل السيارة تتحول الطاقة الكيميائية المحترقة في الوقود داخل آلة الاحتراق الداخلي للسيارة، بتتحول إلى طاقة حرارية، والطاقة الحرارية دي بتتحول لطاقة ميكانيكية بتسبب حركة السيارة. جزء من الطاقة الحرارية، جزء من الطاقة الميكانيكية دي بيتحول في الدينامو أو المولد الكهربي إلى طاقة كهربية. يبقى هنا ناخد بالنا إن الطاقة الميكانيكية تتحول بالاحتراق إلى طاقة حرارية، وتتحول إلى طاقة ميكانيكية، وبعد كده الطاقة اللي هي بتسبب حركة السيارة، وجزء منها بيتحول في الدينامو أو المولد الكهربي إلى طاقة كهربية، ومنها بتتحول لأكتر من حاجة. الطاقة الكهربية دي بتتحول لطاقة ضوئية في خلال المصابيح والفوانيس، وبتتحول لطاقة صوتية الراديو والكاسيت، وبتتحول برضه لطاقة حرارية في سخان التكييف. كل ده طبعا بدايته منين؟ من الطاقة الكهربية اتحولت للتلات حاجات دول. يبقى اتحولت لطاقة ضوئية وصوتية وحرارية. وبالتالي بعد كل اللي احنا شفناه ده بنعرف ان تحولات الطاقة السابقة يمكن استنتاج ان في تعريف لقانون بقاء الطاقة، ان قانون بقاء الطاقة ده الطاقة لا تفنى ولا تتحدث من العدم ولكن تتحول من صورة إلى أخرى. فزي ما احنا شفنا إن الطاقة لا تفنى ولا تتحدث من العدم ولكن تتحول من صورة إلى أخرى. يبقى ما أقدرش إن أنا أفنيها خالص، وما أقدرش إن أنا أستحدثها من لا شيء، لكن أقدر أحولها من صورة لصورة. يبقى قانون بقاء الطاقة تاني، الطاقة لا تفنى ولا تتحدث من العدم ولكن تتحول من صورة إلى أخرى. بعد كده هنا بيقول لي اذكر 5 تطبيقات تكنولوجية مختلفة موضحة تحولات الطاقة بها. أول مثال معانا المفاعل النووي، وبيحول من الطاقة النووية للطاقة الكهربية. تاني مثال معانا الخلايا الشمسية، طبعا بيحول طاقة الشمس أو الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية، ودي بنولد بيها طاقة كهربائية، وأصبحت دلوقتي كمان متهيألي أكتر انتشار يعني. بعد كده ماكينة الحك أو الخياطة اللي هي بتحول الطاقة الكهربية لطاقة حركية، بنستعملها في الكلام اللي احنا بنشوفه الخياطة والكلام ده. التلفزيون بيتحول لطاقة كهربية لحاجتين، طاقة ضوئية وصوتية. التليفون المحمول من طاقة كهربية لضوئية وصوتية زي ما احنا شايفين. يبقى دي أمثلة معانا عن تطبيقات في التكنولوجيا مختلفة موضحة تحولات الطاقة. يبقى الخمس تطبيقات دول زي ما احنا شايفين قدامنا، وبيتحول من الطاقة ايه للطاقة حاجة تانية. ودي برضه نعرفها كويس جدا، بتبقى أسئلة كويسة وبتيجي ان هي هيئة ممكن يجيب لك التطبيق وانت تكتب من تحول من طاقة ايه لايه. وفي نفس الوقت ممكن يقول لك اذكر مثال بيتحول فيه الطاقة من كذا لكذا، مثلا نووية كهربية، يبقى عارفين المثال ده ايه، هو المفاعل النووي. يبقى من الطاقة النووية للطاقة الكهربية يبقى ده المفاعل النووي، وهكذا. دلوقتي بنتكلم مع بعض بيقول لي اثار التطبيقات التكنولوجية على الانسان والبيئة، في آثار إيجابية وفي آثار سلبية. الآثار الإيجابية للتطبيقات التكنولوجية بتمثل دور التطبيقات التكنولوجية في استغلال مصادر الطاقة، وفي نفس الوقت تحويل بعض صور الطاقة دي المتاحة إلى صور أخرى يحتاجها الإنسان في مجالات حياته. يعني إحنا ممكن تكون عندنا الطاقة بصورة معينة، عشان نقدر نستعملها بنحولها الطاقة لصورة تانية، فبالتالي بنعمل تحويل لبعض صور الطاقة دي المتاحة إلى صور أخرى بيحتاجها الإنسان في مجالات حياته. في بقى اثار سلبيه للتطبيقات دي التكنولوجيه زي ايه؟
عن التكنولوجيا، للتكنولوجيا اثار سلبيه. فهنا بيقول لي لان بعض التطبيقات التكنولوجيا تنتج عن اثار سلبيه ملوثه تظهر في ايه، زي التلوث الكيميائي للهواء والماء والتربه، والتلوث الكهرومغناطيسي، والتلوث الضوئي، وبالاضافه الى استغلال الانسان لبعضها في زي الحروب. دي انشطه طبعا دي من ضمن الاثار السلبيه، ان بيستخدم الانسان بعضها في الحروب اللي بتؤدي لقتل الانسان الذي حرم الله قتله، والتدمير الشامل باستخدام الاسلحه الذريه والكيميائيه. يبقى الاثار السلبيه لتطبيقات التكنولوجيا، ليه تكنولوجيا اثار سلبيه علل؟ ليه؟ لان بنقول بعض تطبيقات التكنولوجيا بتنتج عن اثار سلبيه ملوثه تظهر في صورة تلوث كيميائي زي الهواء والمياه والتربة، وتلوث كهرومغناطيسي، وتلوث ضوئي، وبالإضافة إلى يبقى تلوث كهرومغناطيسي وتلوث ضوئي. وبعد التلوث الضوئي كان بيقول لك إن في استغلال الإنسان لبعضها زي حاجات زي الحروب، ويحصل فيها القتل والكلام ده كله. طبعا دي برضه من الآثار السلبية، والتدمير الشامل باستخدام الأسلحة الذرية والكيميائية. بيقول لي في جدول بيوضح تطبيقات التكنولوجيا وآثارها السلبية على الإنسان والبيئة. يبقى تطبيقات التكنولوجيا وآثارها السلبية على الإنسان والبيئة. أول حاجة معانا في تطبيقات التكنولوجيا دي السيارات، الآثار السلبية ليها طبعا بتسبب عوادمها تلوث كيميائي في الهواء. تاني حاجة معانا المبيدات الكيميائية بتسبب التلوث الكيميائي للتربة والهواء، للتربة والماء والهواء، وكمان بتسبب التسمم الغذائي. تالت حاجة معانا آلات الحفر ومكبرات الصوت بتسبب التلوث الضوئي. رابع حاجة المتفجرات بتسبب اشارات الوعاءات المستديمة والكثير من الأمراض وبتسبب الموت. خامس حاجة الأسلحة الذرية والكيميائية بتسبب الدمار الشامل. سادس حاجة شبكات التليفون المحمول بتسبب التلوث الكهرومغناطيسي. يبقى نقولهم تاني بسرعة، السيارات بتسبب عدم تلوث كيميائي للهواء، المبيدات الكيميائية بتسبب تلوث كيميائي للتربة والماء والهواء وتسبب التسمم الغذائي. تالت حاجة آلات الحفر ومكبرات الصوت طبعا تسبب التلوث الضوئي. المتفجرات رابع حاجة بتسبب التشوهات والوعاءات المستديمة والكثير من الأمراض وتسبب الموت. خامس حاجة الأسلحة الذرية والكيميائية تسبب الدمار الشامل. سادس حاجة شبكات التليفون المحمول بتسبب التلوث الكهرومغناطيسي. وكده يبقى درس النهاردة خلص، أتمنى يكون عجبكم إن شاء الله. وباذن الله لو في اي حاجه عايزين تروحوا لنا قولوا لنا في الكومنتات، او حتى في انا البروفايل بتاعي موجود تحت في الديسكريبشن، ولو في اي مشكله ممكن تقولوا لنا. ولو باذن الله عجبكم الفيديو لايك وشير، واشتركوا في القناه لسه ما اشتركش، وان شاء الله نقدر نشوفكم في فيديو قريب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. للناس اللي بتدعمنا والكلام ده كله، وباذن الله نقدر نفككم على قد ما نقدر. وعلى فكره بدات تنزل على القناه خلاص مراجعات لبعض المواد، ونزلنا طبعا الفتره اللي فاتت مراجعات العملي، والحمد لله برده متهيألي عجبت اكتر من حد. وفي نفس الوقت دلوقتي بدانا ننزل على الدروس حل الاسئله بتاعتها من كتاب معين والكلام ده كله، وبننزل كمان حل المحافظات. وان شاء الله يكون دي حاجات يعني نقدر نفيدكم بيها باذن الله، ونشوفكم على خير باذن الله في الفيديوهات اللي جايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.